والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيدة جدا بالتواصل معكم في هذا الدرس المهم جدا بالنسبة لزملائنا من ولاية جنوب الجديدة، أو زملائنا من المديريات التي تم استحداثها من مديريات أخرى، أو كان بعض الحالات اللي كان عندنا مديرية ولو جوج مديريات، يعني مديرية تروح وتبقى منها زوج تتفرع عنها مديريتان. إذا راح نشوف كيفاش نتعامل مع ميزانية التسيير في هذه الحالة. إذا الدرس راح نتناول فيه الجزء الأول، مكتب تسيير المستخدمين. طبعا ممكن هذه المرحلة مروا عليها، ولكن إذا كان في بعض الحالات ما مروش عليها راح نعاود نراجعوها فقط. أما الجزء الثاني فيما يتعلق بمكتب المحاسبة، عن القسم الأول المتعلق بالموظفين المتأخرين، والقسم الثاني متعلق بنفقات المصارف سيكسون اون وسيكسون دو. راح نشوف كيفاش نتعامل مع المراقبة المالية، وراح نشوف كيفاش نتعامل مع الخزينة العمومية. بالنسبة لمكتب تسيير المستخدمين فقط بصفة مختصرة، لأن أعتقد أن هذه المرحلة مروا عليها أكثر المديريات، هي أولا أننا نضع قائمة موظفين لمديريتين مستحدثتين، أو المديرية الأولى والثانية. مثلا عندي ولاية أضرار مثلا فيها مديرية مثلا الصحة، هذه مديرية الصحة تاع ولاية أضرار، منها راح تتفرع مثلا مديرية الصحة لولاية تيميمون، بالتالي الموظفين اللي كانوا في مديرية الصحة تاع ولاية أضرار راح جزء يبقى في مديرية الصحة ولاية أضرار، وجزء راح يروح ولاية تيمون. يعني راح نديرو قائمة موظفين تاع مديرية الصحة ولاية أضرار، وراح نديرو قائمة أخرى موظفين لمديرية الصحة لولاية تيمون، وكل قائمة نأشرها عند المراقب المالي. ثم رانا في سنة 2022 راح يجي لي طبيب، كي راح يجي لطبيب راح نعملوا يعني هذوك الموظفين اللي راحوا لمديرية الصحة تاع ولاية تيميمون راح نقوم بعملية النقل، من مديرية الصحة لولاية أضرار إلى مديرية الصحة لولاية تيميمون. إذا بعد كي نوضعوا هذه القائمة راح من بعد الجزء الثاني فيما يتعلق بمكتب محاسبة. خلاص راح ضعنا قائمة، وبالتالي مكتب المحاسبة راح ياخذ هذه القائمة سواء كان في المديرية الأولى أو المديرية الثانية. كاين حالة مديرية كما قلت، مديرية اللي تقسم إلى مديريتين، يعني تروح نهائيا تقسم إلى مديرية ألف ومديرية باء. مديرية احنا نتذكر أنه في سنة 2015 احنا كنا مديرية السكن والتجهيزات العمومية، من بعد ولينا قسمنا في 2015 مديرية التجهيزات العمومية وحدها ومديرية السكن وحدها. واش كانت المراحل؟ المراحل أننا موظفين تاع مديرية السكن والتجهيزات العمومية راحوا كامل مديرية التجهيزات العمومية، ومن بعد منها بيتنقلوا إلى جزء منهم تنقل إلى مديرية السكن. يعني لازم تكون مديرية أم في كل الحالات، تكون مديرية أم سواء كما في ولاية الجنوب، يعني تروح من ولاية لأخرى، أو من مديرية إلى مديرية أخرى. يعني يكون دائما عملية النقل والضبط للقوائم، لأنه ضبط القوائم الموظفين هو الأساس الذي سيعتمد عليه مكتب المحاسبة. إذا مكتب المحاسبة عنده جزئين، دو سيكسون، سيكسون أون تاع الموظفين المتعاقدين كيفاش نتعاملو، وسيكسون دو كيفاش نتعاملو في الميزانية المتعلقة بنفقات المصالح. إذا بالنسبة لقسم ألف واش راح نديرو؟ راح ننشئ جداول أصير زي تاع ماتريس إنيشو تاع القائمة الجديدة تاع تلك الإدارة. راح نديروها، علاش نديروها؟ قبل ما نشوف السياف نوجدوها، في المكتب، باش من بعد كي تجينا ميزانية نقدروا نقسموا الأبواب على كما يلزم. يعني لأننا كي جينا الميزانية راح تجي ميزانية تاع كل ولاية وحدها ولا تاع كل مديرية وحدها. إذا علينا إنشاء جداول أصلية، هادو زاد ماتريس نديروهم تاع موظفين جدد هادو، ومنها نستطيع أنني كما كنت ندير في المديرية السابقة ندير في المديرية الحالية، يعني بنفس الطريقة كما شفنا في الدرس تاع الجداول الأصلية. به اللي راح نوزع الاعتمادات اللي عطاهم لي
في المواد مثلا عندي 31 31 12 33 13، يعني كلها نوزعوها يعني كما ينبغي على حسب الجداول الأصلية، لأن الجداول الأصلية تكون سنوية، ممكن الميزانية تكفي ممكن ما تكفيش، وبالتالي لازم علينا نكون ضابطين القائمة وضابطين الجداول الأصلية حتى نستطيع التقسيم. إذا من بعد كي نديرو هادو لي زيتاماتريس، كي نروحو ندوهم المراقبة المالية تاع الولاية، راح نعملو الشيء اللي راح نسموه لا غيمبيتاسيون لدى الخزينة العمومية. طبعا ما نكنش نشرح بصفة نظرية، راح بمثال راح نوضحو الأمور كما يقال بالمثال يفهم المقال. إذا نفرض أن عندي هذه مديرية أصلية فيها 4 موظفين، يعني راح نسهل ما راحش ندير كامل. هاد الموظفين هما هذا جدول أصلي تاع سنة 2021، يعني هادو هما الموظفين اللي كانوا عندي في المديرية تاع ولاية أدرا، مديرية الصحة تاع ولاية أدرا مثلا، هادو هما 4 موظفين. إذا مثلا أو مديرية التجهيزات العمومية، لأن أنا مديرية، أنا متزوج في سكن عمرة، معليش ما يهمش، المهم أننا عندنا مديرية التجهيزات العمومية تاع ولاية أدرا، ومثلا فيها هادو 4 موظفين. عندنا مهندس دولة في سكن العمران اسمه صلاحة، عندنا متصرف رئيسي، مهندس دولة في سكن العمران، وتقني سامي في الإعلام الآلي، يعني هادو 4 موظفين نفرضو في هذه المديرية. حنا راح يبقاو يروحو جوج يبقاو جوج، يعني هذه الجدول الأصلي تاع لسنة 2021 اللي كان عندنا السنة الماضية، مش السنة تاع 2022، السنة 2021 هو اللي راح نعتمدو عليه. اذا نفرض انه ما كاش عندي جزء تكميلي، نفرض ان هذا هو تاع كامل السنه، اذا هذا فقط الورقه 2، هذه فقط تاع 31 تاع الراتب الرئيسي. اذا احنا واش راح نديرو؟ راح مثلا جميله وعلي راح يروحوا المديريه الجديده، راح يروحوا المديريه الجديده، وبالتالي راح يكون عندنا فقط هذا الجدول الاصلي اللي في هذه المديريه الجديده، راح يكون فيها فقط جميله وعلي، يعني مديريه مثلا مديريه مثلا تجهيز عمومي ولايه تيمو، راح فيها جميله وعلي، والاخرين يبقى في المديريه الاولى. بالتالي المديريتين راح نديروا جدول اصلي في المديريه تاع تيمو مثلا، وراح نديروا جدول اصلي اللي راح فيه جمال وميلود في المديريه تاع اضرار، يعني هذا كمثال. اذا وهذا الاجر الشهري، حنا من مازال ما عملناش، من رانا مازال ما جبناش البيجي، يعني الاجر الشهري لابي تاع جانفي عملناها المكشوف كامل الموظفين كامل 4، هذه هي مثلا الاجر الشهري تاع جانفي وفيفري ومارس، ما كلهم كيف كيف، يعني عملناها على المكشوف ا ديكوفير، لابي كانت ا ديكوفير، فيها كامل الموظفين، كامل الموظفين ولاية أضرار، مازال ما درناش التيميمون. إذا بعد اللي عملنا الجداول الأصلية تاع 2022، واش راح نديرو؟ راح نروحو للتريزور. يعني حنا قبل ما نروحو للتريزور، يعني نصنعو ان ايطا ونعرفوا فيه كامل، يعني هادو زوج واش هو الاجر تاعهم، من دوش تريزور فقط، باش حنا نعرفوا حساباتنا ونضبطوهم فقط. يعني هذا جينيرال، هذا تاع كامل المديريه مي كانت في اضرار، لكن بعد كي تنقلنا لهادي اللي راحوا لتيميمون، الجماعه تاع تيميمون، المديريه تاع تيميمون، راح ياخذوا فقط هادو زوج موظفين، راح يصنعوا انيطا، يعني تاع لابي، ماشي باش يخلصوا فقط، باش يخدموا بها، باش يعرفوا كل شابيتر شحال التوتال اللي عندي. اذا هذه نفرض انه هذا هو لو موندا، هذا لو موندا تاع كامل تاع كامل الموظفين، تاع 134 505، يعني هذا ليطا تاع الشهر تاع جانفي، وهذا موندا تاع الشهر تاع جانفي. لاحظوا انها نفس الحسابات، المونطا هذه تاع ليطا تاع لابي هي نيميرو 1 دو 2 1 2022، دونك دات دوردونونس هو لو 2 1 2022، ونيميرو دو مونطا هو نيميرو 1. نفرض انه تاع فبراير هو نيميرو 15،
ونفرض انه تاع مارس هو نيميرو 30، يعني فقط باش لاننا نحتاجها في لاغيمبيتاسيون. الان راح نقوم بلاغيمبيتاسيون. لاغيمبيتاسيون هي اعاده القيد، وذا كان يعني كي قالوا لي هكذا ما نعرفها بالفرنسيه، كان يقولوا التخليص، كان يقولوا مش عارفه كل واحد كيفاش تسميها، لكن غيمبيتاسيون يعني قولها بالفرنسيه وخلاص، لان كمان نقولوها فرنسيه. اذا كان زملائنا محاسبين يعرفوا احسن مني بالعربيه كيفاش نقدر يقولوا لي، انا كي سقسيت قالوا لي اعاده قيد، ولكن اذا كان راني غلطه المهم بالفرنسيه غيمبيتاسيون. حنا واش راح ندير؟ واش معنى غيمبيتاسيون؟ معناها هنا عندي انا كان عندي جانفي خدمت بهذا الموندا، خدمت بهذا الموندا اللي راه فيها كاع الموظفين، كاع الربعه راهم هنا، لا بي تاع فيفري ولا تاع جانفي كيفها، ولا تاع مارس هي كامل كيفها. ونفرض باللي كريدي جاني في افريل، يعني تاع جانفي فيفري مارس راح تكون لا بي تكون تكون كانت المكشوف. نفرض انا جاني كريدي وكلشي وعملت، ولا افري راح يخلصوها خلصوا كل اداره وحدها، يعني فقط كمثال. ممكن توصل حتى الاوت ولا حتى جويي ولا، لكن فقط هنا لتسهيل العمل. اذا انا عندي هذا لو موندا، لو موندا هذا فيه كما قلت الزملاء اللي كانوا مين كانوا في رحبة، مين كانوا على المكشوف، ربعة كامل. دونك الموندا نيميرو ان كانت على المكشوف، فيها كامل الموظفين سواء كانوا راحوا تيميمون ولا ما راحوش، يعني كلهم راهم في هذا الموندا هذا. انا واش راح ندير؟ راح ندير سيرتيفيكا دو غيمبيتاسيون. واش معناها؟ معناها انه اذا كنت عملت مديريه اللي راحوا لتيميمون، راح نحي الجماعه اللي بقى في اضرار، وراح ندير فقط اللي راحوا تيميمون. اذا هنايا هاد 134 505 تاع 31 11 هي تاع جميله وعلي اللي راحوا تيميمون. 134 عفوا 134 505 هي كان مجموع لونسيان، عفوا هنا عندي لونسيان سيتياسيون كانت 134 505، نوفيل سيتياسيون هنايا لونتيست هاد السيرتيفيكا دو ريبيتاسيون هي تاع تيميمون ومرحة جميلة وعالي. إذا نوفيل سيتياسيون تاع 31 11 هي نعاود نولي 88110، نوفيل سيتياسيون تاع 31 12 هي مجموع تاع هادو كامل، ونوفيل سيتياسيون تاع 33 11 هي هذا. هذا فقط كلك شابيتر، ما عملتش تاع كونتراكتويل ولا، فقط كمثال. اذا نعاود سمح لي نطلع هاو على خاطر باش نوضح. اذا نيميرو دو موندا، لا دات دو دونونس كانت 2 جانفي 2022، دات ادميسيون ان دي اون ديبونس معناها متى تم الدفع، 5 مثلا جانفي، عفوا 5 جانفي 2022. الشابيتر 31 كانوا فيه جميع الزملاء ربعة، هي 134505. الوضعية الجديدة تاع الزملاء تاع تيميمون 88110. نفس الشيء بالنسبة ل 31 12، دائما لو موندا غير هو تاع لابي تاع شهر جانفي. كذلك المجموع شفناه هذاك، هذاك تاع الاول 77228، ومن بعد الوضعية الجديدة تصبح 446830. هنا نشوفو هنا 758، ثم كي نشوفو غير جميلة وعلي غادي كي نجمعو هادي نلقاو 46830. أما بالنسبة لل منح العائلية الشابيتر الباب 33 11 هي 1700، هذا شهر جانفي. ثم بعد ذلك عندنا شهر فيفري نفس الأجر، ما تبدلش دايما نفس الطريقة، فقط اللي يتغير هو رقم الحوالة و دات دوردوناس و دات ديميسيون ديبوس. ما نعرفش كي يقولهم بالعربية، دات دوردوناس يعني متى تاريخ تاع الموندا تاع الحوالة، و دات ديميسيون ديبوس متى تم دفع، متى تم دفع الحوالة في الخزينة. وهذه الأبواب طبعا ما عندناش غير هذه الأبواب، كاين أبواب أخرى 33 13 إلى آخره، كامل كامل نحو منهم الموظفين المعنيين. اذا عندنا بقى 31 13، هي واش كاين؟ 31 11 31 12 33 11 33 13 ولا 31 11 تاع الكونتراكتويل. هادو هما لي شابيتر، هادو هما المعنيين بال، عفوا هادو هما المعنيين ب اعاده القيد. واش معنى ذلك؟ معنى نعاود يعني انه هادو
هادو المبالغ اللي كانت كلية اللي كانت المكشوف يصبح بالنسبة لولادتي من 88,110 هذوك سمارة جميلة وعالية. ونفس ليطا هذا السيرتيفيكا دو غيبيتاسيون راه تعملنا ولاية أضرار، لكن ماشي هذا هو المبلغ، المبلغ اللي يبقى تاع جمال و مش عارف جمال وميلود عفوا. إذا بهذه الطريقة نكون عملت عفوا نعم نرجع بهذه الطريقة نكون عملت لغي انفيتاسون اللي كانت تشكل إشكال لبعض الزملاء. إذا نعاود بشرح مبسط مرة أخرى، أننا الأساس أننا بالنسبة لسيكسيون دو عندي القائمة، لو ما كنش عندي القائمة ما نقدر ندير والو، ما يكونش عندي البيجي ما نقدر ندير والو. انا اللي نتكلم على اساس انه جا البيجي ونبداو نخدم تاع السنه 2022. اذا انا جانفي فيفري مارس خلص على المكشوف اداره كامله، واش راح ندير؟ راح نقوم بجداول اصليه، نقوم بالتاشير عليها مديه جديده، ثم بعد ذلك نروح الخزينه، الخزينه تاع الولايه الاصليه، طبعا الخزينه تاع الولايه الاصليه راح تعمل سيرتيفيكا دو غينفيتاسيون. هذه السيرتيفيكا تاع غينفيتاسيون هذه واش معناها؟ معناها ان نحي الزملاء تاع الولايه الثانيه نوضحهم في نوفيل سيتوياسيون، والولايه الاولى تبقى لونسي سيتوياسيون بالنسبه للولايتين هي نفسها اللي تغير هنا على حساب الولايه اللي راحوا الولايه نجمعهم 31 تاعهم 31 تاعهم 31 تاعهم 33 تاعهم و 31 تاعهم نجمعوهم، وهما اللي راح يكونوا في هادو لي زيتا انا جونفي فيفري مارس، وتم بعد ذلك نجمعو كلش. أي ممكن تتواصل كما عقلنا في 2015 كي عملنا التقسيم تاع المديريات، أن يكون عملناها في جويي ولا في أوت، لأن هي تاخد وقت في الحقيقة. أنا فقط يعني راني سبق من دروك باش إذا كان هناك أي إشكال ممكن أي واحد يطرح باش تكون أمور واضحة فقط. بعد بالنسبة لنا فقط المصالح، أنا فقط المصالح نتسأل سؤال، الإدارة اللي راني فيها يعني فيه هل هي معنية بدون سابقة أم لا، وما هي توقعات النفقة في كل باب؟ مثلا عندي فاتورات الكهرباء والغاز، شكون الإدارة اللي راح تحمل نفقات التحديون السابقة تاع الكهرباء والغاز؟ شكون الإدارة اللي راح تحمل نفقات اللي كانوا عندي تاع البنزين، ولا كان عندي تاع الإصلاح، تاع إصلاح مثلا إصلاح سيارات، ولا راح من بعد الإدارات هادو راح من بعد كل واحد يكون عنده جدول خاص بالسيارات، يكون هناك تقسيم تاع مختلف الوسائل الإدارية اللي تحتاجها كل إدارة، يعني وبالتالي يكون النفقات على حساب السيارات، ولا على حساب الأثاث، ولا على حساب لأن يكون هناك توقعات، وعلى حساب المبالغ والاعتماد اللي أعطاهم هنا نعملوا توقعات. يعني كما شفنا دروس توزيع الميزانيات أو الاعتمادات هي نفس الطريقة، هذوك الاعتمادات اللي طاهو منا نديرهم على حسب الاحتياجات، أولا نشوف الديون، ولا ما كانش عندنا ديون نديرو على حسب الاحتياجات التي عندنا، ومن بعد إذا كان احتاج لينا فيما بعد سواء كان سيكسون أون ولا سيكسون دي ممكن الاعتماد اللي طاهو منا ممكن ما تكفيش، نطلبو اعتمادات تكميلية. هكذا حاولت يعني بصفة يعني مفصلة أني أشرح هذا كيف أتعامل مع الميزانية في الإدارة المستحدثة. إذا كان أغفلت عنصر يعني ما حاولت يعني أقوم بجميع ألم بالموضوع، لكن إذا كان أغفلت عنصر سهوا مرحبا بأي استفسار، وربما نعاود نعمل فيديو أخرى تكميلية. شكرا لكم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.